من ناحية أخرى، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروعات الإسكان مثل بشاير الخير والأسمرات وأهالينا، مشيرا إلى ضرورة عمل صندوق لصيانة مباني هذه المشروعات بالتنسيق مع المحافظة والجمعيات الأهلية. أنا بس ليا توصية عايز أقولها للناس اللي عندهم إسكان زي بشاير كده والأسمرات وأهالينا وكده، المحافظين اللي عندهم الأراضي دي المساكن دي يا دكتور مصطفى، أنتوا بتاخدوا رقم من السكان عشان الصيانة وعشان كده، وأنا بقول لكم عشان ما حدش يعني يبقى، وبسمع حتى مواطنين اللي موجودين في الـ في الـ في السكن ده، السكن اللي موجود ده قيمته لو إيجار قد الرقم ده 5-6 مرات. أنا بقول كلام لا صحيح، يعني أنا عايز أقول لكم، أنا بقول كده ليه؟ أنتوا المحافظة اللي في نطاقها مساكن بالطريقة دي، من فضلكم دكتور مصطفى لازم نعمل صندوق لصيانة هذه المباني، والمباني الفلوس دي ما حدش يقرب لها، يعني ليها مصارف محددة يعني. فهي عشان إيه؟ النهاردة العمارة شكلها كده وكويسة، طب بعد شهرين 3-4 الأسانسير اللي فيها احتاج حاجة، الناس اللي فيها يمكن مش هيقعدوا بقى يلموا من بعضهم، ما احنا بنعمل ايه؟ مفيش كلام من ده، وبالتالي لازم يكون للمناطق ديت، انا باكد الكلام اللي قلته قبل كده في افتتاح اول مرحله، لازم يكون ليها قياده تسيطر عليها وتدير شؤونها، والكلام ده بالتنسيق مع المحافظه والمنظمات المجتمع المدني الجمعيات الاهليه. لو سمحتم احنا دورنا مش فقط ان احنا نوفر سكن للناس دي ونسيبهم، لا، وزارة الثقافة، وزارة الشباب، وزارة التضامن، المحافظة، وزارة الداخلية، القوات المسلحة، الجمعيات الأهلية، من فضلكم احنا عملنا خطوة، لكن في خطوات تانية. خطوات تانية ايه؟ ان احنا نساهم في تطوير هذه يعني المجتمعات.